بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة اللغة العربية سنة رابعة متوسط رايح ندير حلول تمارين كتاب اللغة العربية صفحة رقم 63. أفهم النص وأناقش فكره الصفحة رقم 63. 1. يوجه الشاعر نداءه إلى ذوي القلوب الرحيمة من الميسورين، وسبب هذا النداء هو الالتفات ولو بنظرة خاطئة والاستماع ولو لبرهة لأولئك المعوزين الحفاة العراة، وغايته حماية وإنقاذ الفقراء مما هم فيه من أسى وفقر مدقع. 2. وجه الشاعر نداءه إلى هؤلاء لأنهم هم أهل الغنى الفاحش والقصور الفارهة والأسرة الفاخرة. 3. عرض الشاعر مأساة هؤلاء المساكين بأسلوب إنشائي نداء واستفهام، واستعمل هذا الأسلوب لتوجيه وتنبيه الرأي العام. 4. في البيتين السادس والسابع مسحة عتاب، وقصد الشاعر منها مراجعة القوم أنفسهم أنهم بعيدون بعد الثرى عن الثرية عن أولئك المحتاجين لهم. السمع البصر. 5. ترك الشاعر شخصيات موضوعة تتحدث حتى يؤثر في مخاطبيه، ويبدو ذلك في كل الأبيات. 6. بنى الشاعر نصه على أساس ثلاث فقرات هي: الفقرة الأولى البيتان الأول والثاني، الفقرة الثانية هي الأبيات من 3 إلى البيت 7، والفقرة الثالثة الأبيات من 8 إلى البيت الأخير. لقد رتبت هذه الفقرات ترتيبا منطقيا ومحكما، بحيث لا يمكن تقديم أو تأخير بيت عن آخر، ونستنتج أن القصيدة مبنية على الاتساق والانسجام. 7. التضامن من أهم مميزات المواطنة لدى شعب من الشعوب، وأرى أن الشاعر يدعو إليه، وأرى أن هذا السلوك الحضاري كفيل بمحو آثار الفقر والحرمان في المجتمع، لأن التضامن مهم وتعود فائدته على الفرد والمجتمع معا، لأن هذا الخير إذا كان أفراده متضامنين ومتكاتفين تراه مجتمعا قويا متماسكا، وهو الوسيلة المثلى لتحقيق غايات الناس وأهدافهم، وكذا هو الحل لتفريج الكروب والهموم. أكتشف نمط النص وأبين خصائصه الصفحة رقم 63. 1. النبرة الخطابية بارزة في القصيدة، وقد اتضحت معالمها من خلال ضمائر الخطاب والنداء وصيغ الأمر والنهي والاستفهام وأمثلة ذلك من النص. النداء: فيا أيها الرافعون ويا أيها الوادعون. استفهام: ألا تذكرون أتنسون، منها استفهام. الأمر: ارحموا ذلتي أعز كرامتي، هذه أمر. وهذه الصيغ تؤشر إلى النمط التوجيهي. 2. حتى يؤثر في مخاطبيه، وظف الشاعر نمط الوصف في تبيان حالة الفقراء، ومن مؤشراته في القصيدة كثرة النعوت كقوله: الفقير الكسير يد جابرة الخبز الطائرة. كثرة الأحوال كقوله: الأحوال يعني الحال، كقوله: حفاة عراة حائرة شاكرة. الحقل المعجمي الخاص بالحواس الخمسة يد جابرة وألمس.
ألا تسمعون ألا تبصرون الرؤية والسمع، وهي أفعال الجوارح والحركة. ابحث عن ترابط جمل النص وانسجام معانيه، الصفحة رقم 63. واحد، الضمير الطاغي على النص هو الضمير المنفصل أنتم، ويعود على أهل الثراء والغنى في المجتمع، وقد خدم طغيانه اتساق النص وبناءه. اثنين، الأسلوب الغالب فيه هو الإنشائي، وعلاقة ذلك بقصدية الشاعر وبانسجام النص. إن الأسلوب الإنشائي يخدم النص يعني القصيدة ويحقق انسجامه. الاستنتاج، غلبت ضمير على النص من مظاهر اتساقه وحدة بنائه، كما أن طغيان أسلوب بعينه على الخطاب يحقق انسجامه.